يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم لو كنتم ضمننا في برنامج رصيننا للصباح وللفقره الطبيه. موضوعنا اليوم رح نتحدث ونخصص موضوعنا بموضوع السكري، نتحدث عن السكري الكاذب. ما هو السكري الكاذب؟ وايش الفرق بينه وبين السكري العادي؟ واهم الاعراض وكيف التشخيص؟ وهل المضاعفات زي السكري العادي؟ كل هذه التفاصيل طبعا رح نتناولها مع ضيفي اللي بيسعدني ارحب فيه، الدكتور حسن عيد، اخصائي غده صماء وسكري في مجمع فلسطين الطبي ومركز ليان الطبي. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك نادين وصباح لجميع المستمعين. دكتور، نتحدث كثير بنسمع عن موضوع او مصطلح السكري الكاذب، نتحدث عنه بما انه هو ذكرت لي بانه هو مرض نادر مش كثير منتشر، لكن قد ايه نسبته؟ ايش في يعني سكر كاذب دكتور؟ هو بالفعل يعني السكر الكاذب هو مرض نادر بيصيب الاطفال وممكن يصيب جميع الفئات العمرية. طبعا الخلل بيكون احيانا في الغدة النخامية اللي هو بيكون عدم افراز الهرمون المسؤول عن اللي هي تنظيم السوائل وتنظيم واحتفاظ السوائل في الجسم. طبعا النسبة تاعته عالميا هو يصيب 1 لكل 30 ألف، النسبة تاعته او 3 لكل 100 ألف باصحاب المرض هذا السكر الكاذب. الفرق بينه وبين السكر العادي اللي هو شائع بنسمع فيه سكر الأطفال أو سكري النوع الأول، إنه طبعا الأعراض متشابهة، لهذا السبب سموه السكر، يعني أعراضه متشابهة، إنه الإنسان بيصير يبول كتير ويشرب كتير، ولكن الفرق بينه وبين هذاك إنه بيكون نسبة السكر رغم إنه في تبول كتير بيكون طبيعية عند السكر الكاذب، بيكون نسبة السكر في البول بيكون إيش مش موجودة، ولكن كميات السوائل اللي بفقدها الطفل أو بفقدها الإنسان بتكون عالية جدا، وبكون كمان بيكون في عطش زائد عند الطفل. طبعا يعني هاي الأمور إلها أسباب كثيرة، من الأسباب بيكون وحتى في له أنواع 3-4 أنواع له، الأنواع اللي هي بتكون أنواع المركزي وفي الكلوي وفي كمان التعطش اللي بيكون في عطش كثير، الإنسان بيشرب مي كثير ببول كثير، وفي كمان اللي هي بصيب السكر الكاذب الحوامل فترة الحمل بصيب النساء. دكتور، لما بنحكي مصطلح سكري كاذب، يعني كلمة كاذب، هل هو كاذب حتى بأعراضه؟ بنحكي بتأثيره، بنعرف أنه السكري هو مثل السوسة في الجسم فعليا بيأثر على أعضاء الجسم، هل هو كاذب أيضا حتى تأثيره على أعضاء الجسم بتأثيراته حتى على نسبة السكر في الدم؟ يعني نوضح أكثر كلمة كاذب دكتور. سموه زي ما قلت أنا، سموه الكاذب لأنه لا يوجد في سكر في الدم. طبعا بالانجليزي هو اسمه ديابيتس، زي الديابيتس العادية الثانية وانسيبيدس، انه بيكون البول فيه بيكون مخفف جدا او بيكون شفاف، يعني ما في تركيز للبول، لهذا السبب بيكون الانسان يعني بول كتير، وبيكون نسبة، لهذا السبب سموه الكاذب او الشفاف، او انه بيكون لا يوجد نسبة السكر فيه، ولكن الاعراض الجانبية له ممكن يسبب اعراض جانبية عند الناس اللي هي عدم النمو الطفل، في الجفاف بصيب الطفل احيانا بسبب امراض كثيرة منها اللي هي طبعا اضطراب النوم، بيكون في عندهم الناس بدهم يصيروا يصحوا، اذا ما تعالجش الطفل بده يصير يصحى يروح ويجي على الحمام كثير، في المدرسة بسبب مشاكل كثير في التحصيل العلمي للطفل اذا ما اخذش العلاج له وما شخصش صح، وبكون دائما احيانا السكر الكاذب نتيجه لاسباب اخرى في الجسم. ايش الاسباب دكتور؟ ايش هي اهم الاسباب اللي ممكن تظهر هذا السكري الكاذب عند الاطفال او حتى عند الكبار، يعني عند الانسان بشكل عام؟ طبعا زي ما ذكرنا انه الانواع تاعته، الانواع والاسباب تاعته تعتمد على النوع تاعه، اذا كان المركزي ممكن يكون اسباب يصير عنده الواحد السكري الكاذب بعد عمليات الجراحيه بيصير في الدماغ، ممكن السبب ورم يكون في الدماغ يكون عند الانسان او ورم عنده، او يكون في عنده اللي هو مرض جيني وراثي احيانا بسبب اللي هو السكري الكاذب، الامراض الوراثيه الجينيه، ولكن الامراض الجينيه الوراثيه اكثر اللي بنصاب فيها اللي هو النوع الكلوي، اللي هو بيكون في عندنا خلل في الكلى بتبطل هي عندها استيعاب تستقبل الهرمون المسؤول عن حفاظ السوائل في الجسم، اللي هو الهرمون المضاد للبول اللي هو بسموه
الانتيديوتيك هرمون بسموه في باللغه الانجليزيه. فلهذا السبب يعني هاي الشغله مهمه جدا انه الانسان يلاحظ اذا صارت اعراض اللي راح نحكي عنها حاليا عند اي طفل، حتى لو كان الطفل عمره يوم او يومين او ثلاثه، ممكن يصير عنده هاي الاعراض موجوده. كيف ممكن نعرفها انه الطفل؟ خصوصا الاعراض انه التبول الكثير، الجفاف ممكن يكون عندهم، العطش الزائد عند الطفل، عدم النمو الطفل، ممكن يكون في عنده كمان تقيؤ، يكون عنده سخونة يصير عند الطفل بسبب هاي من الأعراض اللي هي بفكر فيها في السكري الكاذب. كيف بدنا نعرف هاي الأعراض عند الطفل الأقل من سنتين لساته؟ وهو بدي أحكي لك دكتور، يعني ممكن أقل سنتين يكون لسه أصعب أصعب يعني فعليا تأكد إنه هاي أعراض ممكن. فالأم بدها تنتبه على الموضوع هاي، إن هي تغيير اللي هي الفوطة تاعت الطفل بتغير له إياها، بيكون تغير له إياها ثلاث مرات أربع مرات، ممكن يصير تغير له إياها 10 أو 15 مرة في اليوم، لأنه بصير في كمية التبول بتكون كثير زائدة، ما بلحق الطفل انه يتغير له الفوطه، بده يتغير له الفوطه الثانيه. فهي الاعراض اذا لاحظنا عليها، الجفاف في العينين في الوجه ممكن كمان يكون من الاعراض انه توصلنا، او عدم وزن الطفل اللي هو زياده في الوزن او الطول تاعه، هاي كلياتها من الاعراض اللي لازم الانسان ينتبه عليها على اساس يتوجه للطبيب، لانه بصراحه هاي الاعراض كمان لامراض اخرى زي ما حكينا السكري العادي ممكن انه يكون هاي الاعراض، ممكن يكون لامراض اخرى اللي يكون عنده امراض مزمنه اخرى. لهذا السبب اي الاعراض من هاي اللي ذكرناها لازم الاهل يتوجهوا للطبيب لعمل الفحوصات على اساس التشخيص. دكتور حتحدثنا اذا كانت اعراض عند الطفل، اما بالنسبه نحكي للبالغين دكتور، هي هل نفسها مطابقه لاعراض السكري العادي ولا في خصوصيه للسكري الكاذب دكتور عند الكبار؟ لا هو يعني الكبار بالسن، انه احيانا الاطفال اللي بيكونوا عمرهم 9 سنوات او 10 سنوات او 11 سنه وحتى كبار السن، ممكن احيانا يصير الاهل يشكوا لك انه الطفل ما كانش يبول على حاله، بالليل صار يبول على الطفل. هاي كمان من الأعراض الواحد إنه لازم يفكر فيها، إذا الطفل زاد التبول الليلي عنده ممكن يفكر في هذا الموضوع، لأنه مش قادر إنه يصحى ويروح على الحمام. كمان هاي من الأعراض تاعتها إنه العطش الزائد، التبول زيادة على اللازم. نفس الأعراض هي بتكون عند الكبار وعند الصغار السن، ولكن هي وقتيش، لأنه في أحيان في ناس اللي بيكونوا عايشين في مناطق اللي هي الحارة جدا، بقول لك أنا بشرب مي كتير هذا سبب بروح على الحمام كتير. ولكن الهدف الموضوع إذا أنت خففت من السوائل اللي بتشربها وظليتك تبول كتير، لازم تشك انه في عندك خلل او في عندك مشكلة. رغم انه حتى لو انك خففت من السوائل وصار في تبول زيادة عن اللازم، معناته انه في خلل في الهرمون اللي بيسيطر على هذه السوائل في الجسم. بتحدث دكتور عن التشخيص، ايش هي اهم الفحوصات اللي بتم اجراءها للتاكد ان هذا الشخص عنده سكري كاذب؟ وهل ممكن السكري الكاذب يتحول لسكري عادي دكتور ودائم ولا لا؟ لا هو ما بتحول لسكري العادي، بتحولش، ولكن ممكن يصاحب السكر، لأنه في بعض المتلازمات بيكون عندهم السكر الكاذب والسكر العادي في نفس الوقت، عندهم الجهتين عندهم، بيكون في عندهم مشاكل أخرى، بيكون في عندهم في الجهاز الهضمي، لهذا السبب بيكون متلازمة معينة اللي هي ولفرام بسموها، ممكن يكون عندهم الجهتين الأطفال. هذا الشيء بنشوفه موجود عندنا فلسطين هنا بسبب اللي هي القرابة والزواج القرابة عندنا موجود. ولكن التشخيص تاعه تشخيصه سهل جدا، احنا بنعمل بعض الفحوصات اللي هي فحص البول، فحص الدم اللي هي الأملاح، بنعمل فحص الأملاح في الدم، وفي بعض الفحوصات المتخصصة إنه نعملها اللي هي نسبة الهرمون في إذا بنقدر نعمله على أساس نعرف النسبة تاعته هي عالية أو لا، أو إنه في عنا بعض أحيانا فحص الجينات، بنسوي فحص الجينات الوراثي إنه نعرف بالضبط، ولكن الفحص الكلوي تاع الجينات بيكون أحد الأبوين في عندهم هذا المرض موجود. لهذا السبب بنقل الطفل اللي هي بتكون اللي عندهم الصفة دائمة بتكون عندهم عند الأهل، فبنتقل للأطفال للأولاد، ممكن ينقل للأولاد هذا المرض اللي عندهم السكري الكاذب. وضرورة جدا أن نعمل كمان غير اللي هي التصوير، بنعملهم الصورة التقنية المغناطيسي للغدة النخامية على أساس نأكد التشخيص وين الخلل بالضبط، وهل في عندنا كتلة مسبب هذا الخلل ولا لا، او عندنا ورم لا قدر الله عند الناس. نتحدث دكتور عن العلاج، هل هناك علاج؟ لا بما اننا بنحكي انه سكري كاذب ما نسبته بتكون بالدم فعليا صفر، هل هناك علاج؟ هل علاجه فعليا مطابق للسكر العادي ولا لا دكتور؟ لا طبعا هو مش مطابق، ولكن علاجه يختلف كليا. العلاج يعتمد على السبب، إذا وعلى النوع تاعه، إذا كان السبب إن ورم لازم نوجه المريض لأخصائي جراحة أعصاب على أساس يشيل الورم الموجود ومتابعة الطفل في هذا الموضوع، أو إنه إذا كان المشكلة مركزية
فالطفل بنعطى في دواء بنعطى له للطفل، بنعطى في بخاخ وفي حبوب منه وبتحسنوا عليه الاطفال. ولكن اذا كان النوع الكلوي هذا الدواء ما بيكون فيش له استجابه بتاتا، ولكن بيكون علاجه بس انه نمنع الطفل انه يشرب سوائل كثيره، يعني نعطيه حاجته فقط، يعني ما نعطيه زياده عن اللازم. زائد حاجه الطفل فعليا يعني زائد يعني حسب الوزن تاعه. احنا بنعطيهم للطفل اللي هو 100 سي سي، احيانا للطفل باخذ للكيلو انه ياخذها خلال 24 ساعه. فاحيانا في ناس ممكن يشربوا في اللي بيكون عندهم سكر كاذب 4-5 لتر، ممكن امه تقول لك انا بشرب ابني بجوز 6 لتر، مش ما بيلحقوا عليه بالنسبه للسوائل تاعته. ولكن العلاجات هاي اللي بنعطيهم اياها احنا المفروض انها تكون ايش حسب التشخيص وحسب شو نوع السكري الكاذب الموجود عندهم. زائد انه اذا كان الكلوي لتخفيف الاملاح، الماكولات اللي بياكلوها بتعرف الاطفال اللي بحبوها اللي هي الموالح الشبسات هاي كلياتها ممكن تخفيفها على اساس حد من طلب العطش والتبول الزائد عند الاطفال. دكتور حسن عيد اخصائي غدد صماء وسكري في مجمع فلسطين الطبي ومركز لين الطبي، بنشكرك طبعا على كل هاي المعلومات الطبيه، بنتمنى السلامه للجميع للاطفال وللكبار. اهلا وسهلا يا دكتور نورتنا. شكرا لك يا نادين وشكرا لجميع المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا.